أثمر التنسيق الفعال والمكثف لدار الأمومة بجامعة ثلاث نعقوب التابعة لإقليم الحوز مع الوسيطات الجماعاتيات عن نتائج إيجابية في مجال صحة الأم والطفل. وتحرص دار الأمومة بثلاث نعقوب التي تندرج في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تفعيل دور الوسيطات الجماعاتيات ميدانيا من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتقديم خدمات ذات جودة. البرنامج ديال الوسطاء الجماعاتيين، البرنامج اللي استفدوا منه عده دور الامومه باقليم الحوز، وكان لينا النصيب اننا استفدنا منه حنايا. هذا البرنامج اللي عطانا واحد القيمه مضافه، يعني اننا النساء وصلهم الميساج اكثر، وعاودنا اننا درنا واحد النساء وحدين اخرين ووسط دواوير اليوم دواوير نائيه، خاصه ان المؤسسه كتستفد منها اربعه الجامعات، وهذه الجامعات اللي كاينين فيهم دواوير اليوم نائيين، خاصه في الوقيته ديال البرد والثلج كيكون الطرق كتسد. دونك داروا هاد النساء تما كيعاودوا هما بحال سفيرات ديال المؤسسه، كيعاودوا يوصلوا لو ميساج للنساء، تعاودوا يحثوهم على ضروره التتبع، وكنحاولوا نحدوا من الوفيات لا بالنسبه للام الحامل لا بالنسبه للطفل الرضيع. تسهر دار الأمومة على التواصل اليومي مع الوسيطات الجماعاتيات المنتشرات في تراب الجماعة الذي يغلب عليه الطابع القروي من أجل تتبع ومراقبة النساء الحوامل وتوعيتهن للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن. جاء هذا البرنامج ديال الوسطاء سهل على الجمعية بزاف أنهم يتواصلوا مع الناس في الوسط القروي، حيت الجمعية كتفك العزلة على أربعة ديال الجامعات، وهاد الجامعات كاملين في وسط قروي، يعني كيغير فيه بزاف ديال السبل ديال بحال الطرقان بحال الطبيب، وجات دار الأمومة فكات هذا المشكل الحمد لله. دار الأمومة بثلاث نعقوب تهدف إلى تقليص عدد وفيات الأمهات والمواليد الجدد، والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية، والرفع من نسبة النساء الوافدات من المناطق البعيدة وصعبة الولوج، والرفع من مستوى الأسر في مجال التربية الصحية وتنمية الطفولة الصغرى.